طيب يا اخوانا ده مبني على سؤالي السؤال القبال إن الانسان يعرف ممن يتعلم تعلم من المستقيم في دينه القضيه ما مربوطه بشخص قضيه مربوطه باستقامه الانسان سمستقيم مستقيم يفتي على الكتاب والسنه ويفتيك من غير تحيز ودي مسألة مهمة من غير تحيز ولا تحزب ولا نصر لفئة ولا لجماعة لكن إذا يبقى يدافع عن شيوخه بالباطل ده غسل يدك منه مما يدافع عن ناسه بالباطل ده تاني ما عنده شيء ولذلك سؤال عمنا مبني على شنو أنا ما ما أربطك بشخص معين ودي من الأشياء اللي أنا مما تعلمناه من كتب علمائنا ومن المشايخ إن الدين يا أخواننا لا يرتبط بشخص لا يرتبط بشخص ولا تتقيد أنت في سماعك بشخص معين أبدا إنما بتتقيد به شنو تتقيد إنك تسمع من المستقيم في دينه أما زول انتمي الطوائف المنحرفة وداري حزب المسلمين ويكون المسلمين جماعات ودي جماعاتنا تعالوا لنا بيجاي ودي جماعة فلان بغادي ما تمشوا لهم وناسيان الكويسين وناس درك الكعبين أي ذول بيربط الناس بجماعات وتحزبات ده على الجادة ده ذول ما كويس ده ذول سيء في النهاية ده اربطك بشنو بناس هو وده يدافع عن ناسه بالباطل فده ما يستمع له وما تشتغل بتحذيره ده انت في النهاية بتاخذ العلم على العلماء الراسخين وعن الناس الموثوقين زي علماء الكبار الشيخ صالح الفوزان الشيخ اللحيدان والشيخ ربيع علماء الامه الكبار الان فتاواهم موجوده برنامج نور على الدرب فتاوى الشيخ ابن عثيمين فتاوى الشيخ الالباني الشيخ ابن باز علماء الامه معروفين تاخذ عنهم من المنابع الصافيه ومن الناس اللي على منهج مستقيمين اما اي زول تابع لنا يا جماعه ولا جمعيه بكلمك النصيحه اي زول تابع لنا يا جماعه يقول لك ونحن جماعه انصار السنه المحمديه ونحن جمعيه الكتاب والسنه الخيريه ونحن جمعيه سبيل الرشاد ونحن جمعيه الدعوه والارشاد ونحن جمعيه ذي نورين ونحن جمعيه المنتدى الاسلامي ونحن جمعيه شرق. مما يقول لك جمعيه ولا جماعه ابعد منه ابعد منه لانه دي في النهايه تكتلات على مبالغ من المال اعرف المعلومه دي وهذه المبالغ من المال لما جات جات مع مناهج الاخوان المسلمين شوف مصادر المال دي كلها كلها المعتمدة على الجمعيات دي من اولها لاخره مصادر اخوان مسلمين كلها والاخ المسلم ما بيدعمك مجاني ما بيدعمك ساي يديك قروش لكن داير منك شنو؟ عنده منهج درك تشتغل به عشان كده الجماعات دي كلها اللي افسدها كانت في الاول كويسه جماعه انصار السنه وجمعيه الكتاب والسنه شقت منها في الاول كانوا كويسين دخل عليهم رجل اسمه عبد الرحمن عبد الخالق ده كويتي هو مصري اصلا لكن نشا في الكويت وعمل الجمعيه بتاعته في الكويت الرجل ده تشرب منهج الاخوان المسلمين وجاء بماله وبمنهجه اداهم قروش وعلمونا المنهج بتاعه دعمهم بالمال بعد ده قال لهم تقولوا كده وموقفكم من الاخوان المسلمين يكون كده وموقفكم من التكفيرين يكون كده موقفكم من الصوفيه عشان كده الان بتلقى وذلك تنتبه الى النقطه دي مهمه جدا الان موقف انصار السنه من الصوفيه يختلف من موقف انصار السنه من الصوفيه في الاول زمان زمن المشايخ اللي كانوا مستقيمين من زعماء انصار السنه كالشيخ عبد الرحمن الوكيل كان رئيس انصار السنه الشيخ محمد حامد الفقي الشيخ احمد حسون الشيخ محمد الحسن عبد القادر مش محمد مصطفى ده لا محمد الحسن ده قديم عبد القادر ديل مشايخ وعلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى كانوا قادة لأنصار السنة لكن كانوا على الاستقامة علماء كان موقف صريح واضح من الصوفية عبد الرحمن الوكيل كاتب كتاب اسمه هذه هي الصوفية انتقد فيه الصوفية وتكلم عنهم ونقدهم نقد قوي جدا نفس الكلام اللي بنقوله نحن الليلة اللي بيعتبرون الناس مشددين ها وده جرح يقول لك ودي اساءة وده نبز نفس الكلام ده بالنص كل كان بيقولوا عبد الرحمن الوكيل زمان مش هسه احنا بنتكلم عن كتب الصوفيه كتاب الشعراني الخرافات اللي فيه ها أه؟ وقله الادب اللي في كتاب الشعراني وكتب الضيف الله وكتب الحلاج وابن عربي امشي راجع بس كتاب عبد الرحمن الوكيل هذه الصوفيه ينقض في الكتب دي ونفس الكلام اللي بنقوله احنا الليله لكن لما تغيروا انصار السنه بقى الان موقفهم من الصوفيه ما زي ديلك هل اسالهم بالله واسال أي الان اي شيخ من شيوخ انصار السنه وانا اتحداهم من اولهم الى اخرهم اتحداهم الان يقدروا يقولوا الكلام اللي كان بيقوله عبد الرحمن الوكيل زمان والله اتحداهم كلهم من اولهم لاخرهم يقولوا كلام عبد الرحمن الوكيل في الصوفيه ويقولوا كلام محمد حامد الفقي في الصوفيه تغير الموقف يا شيخ الان تغير بقى الموقف الثناء على الصوفيه الصوفيه يا اخواننا الصوفية هل الصلاح الصوفية أحباب رسول الله تكريم للصوفية تكريم خد بالك ديل الآن بيقول لك نحن أنصار السنة اللي أسسوها ناس محمد ناس عبد الرحمن ناس عبد الرحمن الوكيل ها أه؟ وحمد حامد الفقي العلماء ديل يقول لك نحن أنصار السنة تابعين لديلك وكذابين كذابين والله اتغير الموقف الآن تكريم للصوفية يا شيخ تكريم هل في سلفي خليك من سلفي يعرف المنهج بوصوله وتفاصيله هل في عام موحد ذو المستقيم موحد يعرف التوحيد ويحب التوحيد ممكن يكرم الصوفية ممكن ما ممكن ما ممكن انت ذو صاحب التوحيد تكرم لك ذو بيعبد قبر وبصيف تراب قبر ها ومربط له بحجبات وتجي تحترمه وتقيمه وتكرمه اه؟ ها تجيبه في منصة عالية وتجيب وسائل الإعلام تلفزيون راديو جرائد بتصور بتوثق وتجي تجيبه في مانشيت كبير في الجريدة أنصار السنة يكرمون شيخ الطريقة السمانية شيخ الطريقة السمانية ده ده للعقائد والخربانة الخربانة ها اللي قال في كتاب زهير الرياض قال من دفن بيني ده أحمد طيب البشير زعيم الطريقة السمانية قال من دفن بيني وبين الشيخ الطيار قال لم يعذب بالنار ولا بنوع من أنواع العذاب ها <applause> رأيك شنو ده بتكرمه بتكرمه عياذ بالله عياذ بالله في نفس الكتاب الصفحة 200 يقول جاتني رسالة من الحق عز وجل الشيخ تاع السمانية قال جاتني رسالة من الله مكتوب فيها قال بقلم القدرة القلم اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر يكتب كل المقادير قال بقلم القدرة مكتوبة من فوق من الله قال إلى عبدي أحمد الطيب من الله لأحمد الطيب قال له قد غفرنا لك ولوالديك وأهل قرابتك قال قلت لربي ظني أكثر من هذا قال لسه ما رضيان يعني دار زيادة قال جاتني رسالة ثانية ورسالة ثالثة، في النهاية قالوا لو كل من عرف اسمك يدخل الجنة. أي بدل بيعرف اسمك؟ ده بتكرمه أنت؟ ها؟ عشان كده أنا قلت لك يا شيخ أعرف تماماً إنه لأن الجماعات دي نحن لما تكلمنا فيها ما حب مننا لان نتكلم في الناس ويقول يقول لك ما خلوا عالم ما تكلموا فيه وما خلوا شيخ لا، أنت تغيرت وانت فقدت الطريقة اللي بدات منه ونحن كلامنا اللي بنقوله الليله ده اللي هم بيقول لك ده تجريح وسب وشده ده هو المنهج الاصلي اللي قامت عليه انصار السنه قبل اليوم السلاقي انصار السنه القدام الناس القدام عمرهم سبعين وفوق اسالهم قول لهم زمان الدعوه دي بدت كيف؟ يقول لك توحيد وكلام في التصوف وشكله بيننا وبين الصوفيه مدوره الان الشكل جمع جماعه دي الكتلوه بردوه ويمشي لهم يقعدوا مع الصوفيه ها ويتونسوا معاهم ويشكروهم ها بل واحدين كمان يخلوا الناس اهل التوحيد يمشي يصلوا مع الصوفيه ويشكروا الصوفيه يقولوا الصوفيه خير من هنا ها والله الا التبقيه الصوفي اغنعنا بواحد من اثنين يا يعني التبقيه الصوفي يا يعني ذاك بقى موحد وذاك ما موحد احنا عارفينه نحن كاش أنه كويس داك ما واحد داك من ده دا شيوخ يا زول داك بدعوم داك بتوصل بالغبور عليك الله انت لو ذول عندك ذرة احترام للمنهج السلفي ذرة احترام تشكر الزول بيعبد القبور لو عندك ذرة احترام عشان كده اخوانا لما تكلموا في ديل وما تكلموا فيهم الشباب اعرف المعلومه دي وده من التلبيس الان الموجود في الساحه من التلبيس لما نيجي ذول يقول لك الشباب ده اللي تكلموا في الجماعات والشباب ده اللي حذروا من الجماعات اتحداك الجماعات دي حذر منها العلماء مو نحن العلماء الكبار علماء الامه كل من حضر الجماعات دي وانحرافه لانه في الاول خد بالك ممكن تتغشى انت في الاول الجماعات دي كانت كويسه عشان كده ابن باس طلع لهم فتوى في الثناء عليهم ابن عثيمين طلع فتوى الشيخ منو العلماء الشيخ الالباني طلعوا لهم فتاوى في الاول لانه كانوا كويسين اما بعد ما انقلبوا على عقاب وبقوا ماشيين صحبان الاخوان المسلمين وصحبان التكفيريين وبقوا بيلاطفوا في الصوفيه وخلوا دعوه التوحيد العلماء كلهم حذروا منهم كل اللي انا اعرفهم العلماء الشيخ ربيع الشيخ مقبل ابن هادي الوادع قبل سنين قبل اكثر من 15 سنه من الليله يجي واحد الليله يقول لك الشباب ده بيقول يحذروا من الجماعات تحذروا شباب قول بيحذروا العلماء العلماء هم اللي بيحذروا والله انا ما سمعت قابلت كميه بل اغلب المشايخ الموجودين الليله من من المشايخ الكبار والعلماء في المملكه وفي غيرها قابلت اغلبهم والله ما وجدت عالم واحد بدون على انصار السنه ولا على جمعيه ولا على غيره كلهم لكن من التلبيس الان الموجود في الساحه التلبيس يجي يقول لك نحن معانا العلماء، معاكم العلماء منو؟ منو العلماء اللي معاكم؟ يا شيخ الجماعه ديل زوجكم هنا اللي اسمه مين فرج الله ده؟ ده انت قال شيخه منو؟ شيخ واحد اسمه الحلبي الحلبي ده ما 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 قبيله يعني؟ ها؟ الحلبي ده الناس منحرفين ده اصلا قلت لك ده منهج عبد الرحمن عبد الخالد اللي جابوا لهم مضلل بين الناس بيقولوا صحبان الاخوان المسلمين وبيقوا صحبان التكفيريين انت عارف الحلبي شيخه ده بس انا اديك حاجه واحده بقيت الاشياء قد تكون فيها تعقيد حاجه واحده تفهمها معي مطلع فتوى وحاجه اسمها رساله الى ابي بكر البغدادي ابو بكر البغدادي بتعرفوه ضل از داعش طلعين رساله رسلوها له تعرف الرساله اللي كاتبها معاهم من العلماء قال الوقع على الرساله واحد الصادق المهدي ظل ملموم على الصادق المهدي تبعي لك نافع ثاني والياقوتي وابتعال ازهر ومين اظن الجفري يا ناس دل معقول انصروا دين عشان كده اعرف تماما إنه الجماعات دي انحرفت من الطريق القامد عليه في الاول وخلت الدعوة ولو دار الان نموذج بسيط شيل كتاب كتاب عبد الرحمن الوكيل هذه هي الصوفية عشان ما يجي يقول لك لا انتوا نحن ذاته بنتكلم في التوحيد لكن انتوا عباراتكم بذيئة وبتجرحوا لا لا خلي كلامنا احنا تب كلامنا خليه بجيب لكم كتاب من كتب انصار السنة الأولى زمان حقت الدعوة كانت كانت نقيضة تشيل كتاب عبد الرحمن الوكيل وقول لهم الليلة الدوني صلاة الجمعة في المركز العام لأنصار السنة ولا انصار السنه الثانيين ولا جمعيه الكتاب والسنه قول لهم بس انا بقرا من الكتاب ده كتاب عبد الرحمن الوكيل والله ده بيتكلم في الصوفيه ده الكلام والله ما رايح ان احنا ما ذاته قصه ابراهيم العريان عاقلناه لا فصل عديل ابراهيم العريان ده انت بتعرفه ده احنا كان قلنا وسه يقول لك قرين ادب يا اخي ليه يا اخي عن ابراهيم العريان يا اخي زول يتعرف الجامع خلينا انا عبد الرحمن الوكيل امشي له امشي اتكلم معاه عقد فصل قصة إبراهيم العريان قالوا قلة الأدب عند الصوفية ولما لك في والله داروش ودريش دريش نظيف لأنه دي الدعوة اللي احنا بنعرفها زول بتاع باطل تتكلم في الباطل بتاعه شنو تلف وتدور انت لكن هم دارين سياسة وشوف الدين يوم اللي بقى وراه مصالح انتهى ما في دين مصلحة يا ناس ما في انا بجي بدغدغ للناس وانتم كويسين ما عندكم مشكله ما شاء الله التصوف وكلنا بنحب النبي زي محمد الامين اسماعيل بتاع انصار السنه الصوفيه ونحن كلنا بنحب النبي نحب النبي مع بعض وجيبوه في التلفزيون لابس شال خدر ها أه؟ او شال بتاع السمانيه ذاك اللون شنو ذاك كده لون بتاع السمانيه يعني لو جابوا لك صوره بتاعت أه؟ حسن الفاتح قريب الله نفس لابس الشال ده محمد الامين اسماعيل لابس الشال بتقول ده الاثنين ها أه؟ مريدين في طريقة واحدة نفس الشال أسألك بالله أس نفسك بالطيق حاجة بالبصاص وفيها شعار حقهم يا ناس ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر قاعدة قال والمستحب في دين الإسلام المستحب مش اللبس اللبس ده ما فيه استحباب اللبس ده ما في, في النهاية مبني على العادات كويس المستحب قال إذا كان شعارا لأهل البدع قال يترك لو مستحب لو بقى شعار بتاع أهل البدع تخليه خلي كمان زوج شايل له سبحة ها شايل سبحته ولابس الشال بتاع الصوفية ويستدل في المنبر بتاعه في خطبة الجمعة استدل بقصائد البرعي ده منو أنت قايله ده محمد الأمين إسماعيل بتاع أنصار السنة الليلة المفتي مفتي بتاع البلد دي قال عشان كده يا شيخ اعرف المعلومه دي الناس يتغيروا عشان كده والله انا ما لك على واحد منهم تمشي تتعلم عنده لانه ناس خانوا المنهج اللي بنتموا له خانوا المنهج من اجل شنو؟ من اجل مناصب من اجل اموال تجيهم من المنظمات اللي بتفرغهم وتديهم القروش في النهايه ادتهم اموال يا اخي نحن ما قلنا لك المال ده حرام ولا عندنا معك مشكله وكل المال ده والله يزيدك ها ورانا حازينك على شيء ان شاء الله الله يزيدك بس قول كلمه الحق يا اخي ما تضل الامه يا اخي بس ما تضل الامه دي ما تيجي تقول للناس نحن والصوفيه واحد يقول لهم شوف نحن بيدرب والصوفيه بيدرب ولا بقوش على زول ولو في صوفي زعلان مني اللي يمشي هذا الباب فاتح في باب بيجي في باب بهيني بهيني كويس لو ماشي على انه الاثنين دول في باب حق المنبر امرق بيفوت ما بجاملك انا في عقيدتي ما بقول لك الصوفية على الصلاح صار يا أخي وزعوا مطوية مطوية ورقة كاتبين فيها الصوفية على الصلاح والصوفية أحباب رسول الله والصوفية قال الأوقد نار القرآن ها وقال عنوان مشايخنا الصوفية الأفاضل أنا تكلمت في واحد منهم لما نوزع المطوية دي مناقشة دورت بيننا زي بتاعة فرجال هنا دي دورت بيني وبين واحد هو بيتكلم وانا بتكلم بهينا اديته سلخه نظيفه في الكلام ده قلت لك كيف تقولوا كلام زي ده وانتم تعرفوا حقيقة الصوفيه شنو اديته سلخه نظيفه ماشي اشتكاني في المحكمه محكمه مدوره سبع شهور قال الزول ده جرحني قال كويس <applause> والله جد جرحني وقال انا داير تعويض قال 160 60 مليون يا ده انا ضبحتك انا كان ضبحتك من اللضان للضان ضبحتك اديه 40 مليون بس كانت قال دار تعويض 160 مليون 160 مليون معقول؟ وانت بتشكر في الصوفيه؟ في النهايه ما لقى ولا 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 جنيه واحد سبعة شهور راح امشوا تعالوا وان موكلي يا اخي اخر يوم ده جايب لي سته محامين ولا خمسه محامين واحد قدر ده قاعدين انا لما عاينت فيهم قلت والله ده خلاص بس الاعدام بس بيحكموا عليه بالاعدام في النهايه ما حاجه كلام فارغ يا اخي زول تخلي عقيدتك ومنهجك تخليه تقول تباري الاخوان المسلمين تباري في السروريه عشان القروش ده كلام فارغ كله ما تسمع للجماعه دي ما دي نصيحتي لك ما تسمع لهم لا احمد فرج الله لا عدسي لا منو لا منو ده كلهم من اللي لخبطوا الشغلانه دي ولا يبقى اي واحد منهم يبقى نقيض ويجي يوري رايه في الكلام ده كله شنو رايك في الصوفيه امشي قول هناك تحداك قول لي احمد فرج الله امشي الجامعه جنبك ده اللي بتدغدغ ديل قل لهم انا عندي الصوفيه الطريقه التجانيه والطريقه القادريه والبرهانيه والنقشبديه والشكيتابيه كلين دي طرق ضاله ومنحرف عن الصراط المستقيم امشي قولها في الجامع ده كم ما دوك في راسك ده دو... وطردوك برا امشي أقولها هناك لكن امشي دغدغ الصوفية ويتكلم فينا نحن ونحن ما تقدر علينا باذن الله تبارك وتعالى لا انت غيرك والله الذي لا اله غيره ما تقدر لانه انت زول جاهل انت زول جاهل باحكام الشريعه ومتابع ناس باعوا الدعوه باعوها زمان كانوا بيقولوا لنا كلام السابق بيقولوا كلام ثاني عشان تعرف بيع الدعوه كيف انت قبل اليوم تقول كلام تجي الليله لا لا وانه شيخ ما اللي اسمه الهواري ده قبل اليوم كان بيقول لنا كلام نحن بنمشي كنا من خاصة بنقعد معاه في بيته جوا في بيته جوا يتكلم في السروريه يطعم في السروريه ويشد عليهم ويضرب الوطن بيده كده يضرب الوطن بيده يقول لك السروريه ديل دي يعني تكفيرين يعني خربوا البلد السجا اخيرا يطلع فتاوى يقول يجوز التعاون معاون والاصل قال التعاون معاون في الدعوه الى الله ونمشي نشتغل في قنواتهم مع بعض ويعزمون يجيبوا التكفيريين ويجيبوا المنحرفين والاخوان المسلمين والصوفيه ويعملوا مؤتمر كبير ويشكلوا فيهن واحد واحد فضيلة الدكتور الشيخ آه اسمه منو ده؟ عصام البشير عصام البشير فضيلة الله يهديكم ما بتخافوا الله كذب ولعب فضيلة عصام البشير عصام البشير بيتكلم بملء الفم عن الدعوة السلفية بيقول السلفية كالماء الآسن وقل نسوانكم المناقبات دي زي البعاعيد ده يجيب فضيلة ده في المنبر خطبة الجمعة بشكر في البرعي وقال شيء وقد أفاض شيخنا البرعي يجي شكروا فيه وشكروا في عبد الحي يوسف فيه في اللي من الحاج كاتب كتاب كامل كتاب كامل ينصر منهج التكفيرين يشكروا فيه كلهم دي يشكرون بالصف ويجوا يتكلموا فينا نحن وينبذوا نحن ما شغالين بهم بفضل الله سبحانه وتعالى والله نحن دعوتنا ماشيه زي السيف شفتها؟ والله ماشيه تمام وما في حد يتكلم مهما نقنق وعمل وجا قالوا مين واتفرج الله ده زعلان هنا ويتكلم في الجامعه البيجا بتاع الصوفيه وقال ديل عملوا قاعده في التبيب وقاعده قاعده بتاع شنو انت بليد؟ قاعده بتاع شنو؟ احنا لازم انتخابات احنا ما قاعده بتاعت شنو؟ وزعلان من الناس اللي بيجوا بيسمعوا التوحيد، والله انا اغلب الناس اللي ما بعرفهم ذاته وناس في النهايه ما عندهم ارتباط بي كشخص، ارتباط بي كشخصيه ما عندهم اي ارتباط بي، في النهايه ناس دارين زول يكلمون يوجههم عديل بس. دارين زول يعلمون الكتاب، يعلمون السنه مستقيمه، لا حزبيه لا لولوه، ده كل الموضوع. شنو كانه نحن جايين ننتاجر بالناس ولا جايين، والله انا ما عندي اي غرض في ولا زول واحد. والله زول واحد ما عندي غرض فيه. أنا داير فينا أشتغل أنا رقبتي قدام الله لأنه ربنا حملنا أمانة أنت عندك علم ولو شوية الله حملك أمانة طب مش تبلغ الأمانة دي بسافر هنا بجي مطرطارة قالوا لي تاني ما تجي بفوت بمشي محلة تانية بمشي طريطة أي محلة في النهاية الله مكنني مشيت هنا فتحوا لي دعوة بتكلم ما لقيت طريقة بفوت قرية تانية ما لقيت طريقة بفوت قفلوا إن جات برقد في بيتنا بسبح الله وصلي على النبي يا ناس ما في ارتباط بشخص المنهج السلفي ما 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 يعرف ارتباط بشخص معين اطلاقا واحد قال حذيفه بن اليمن صحابي جليل رضي الله عنه قال ادعو الله لي ادعو لي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي قام دعا له الجنب طوال جاء لحذيفه طوال بس ذاك فات طوال ده قال يا حذيفه ادعو الله لي قال له اذهب امشي قال له اتريدون ان يعتقد الناس في حذيفه بعد شو انا خلاص بتاع الدعوات ايذول يجينا انا امشي الله قال له ما في ارتباط بشخص يا اخواننا المنهج ما علمنا ارتباط بشخص انت ما ترتبط بشخص معين انت تعلم كتاب سنه تعليم مستقيم ده الموضوع كله نعم الله اكبر آه في سؤال يا اخواننا ثاني جاء واحد من طلبة العدد دي طبعا في الحلم تريد هناك الناس لا افترقوا العدد لأنه مبتدئ لا يجوز لا اخذ العلم من العدد لانه قال سحيمي زكى الشيخ ابراهيم الرحيلي وقال السحيمي ربيع محمد محمد قال اخذ العلم من ابو قال ربيع بن هادي محمد بن هادي مثلا قال اخذ العلم من السحيمي وقال السحيمي قال بدع من ابراهيم الرحيلي دايرنا مثلا نجد للعدسي بعد يا شيخنا اعرف انه ما بتستدل على وضعيه بتاع زول معين بزول ثاني ما بتقول لي زي ما عملتوا مع ده اعمله مع ذاك ده دا كله استدلال باطل نحن عندنا يا اخواننا زول اصلنا الموضوع ده قبل زول يدعو لحزبيات ويدعو لتفرغه المسلمين ويدعو لتعلق المسلمين بين ناس معينين ويدعو للتقارب مع الاخوان المسلمين ويدعو للتقارب مع غير من المنحرفين ده ما تسمع له لا تقول لي سحيمي قال، لا تقول لي فلان قال، لا تقول لي فلان قال. ده كله ما يغني عن صاحبه شيء. ما يغني عنه، سحيمي يفتي بأي فتوى، محمد هادي يفتي بأي فتوى، هو محاسب بهذه الفتوى أمام الله عز وجل. كلهم محاسبين. لكن هل دايرني أنا عشان فلان أفتى بكذا، أنا أفتي برضو أنا أقول الغلط عشان تقول لي فلان قال كذا؟ ما في كلام زي ده. ما في كلام زي ده. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى قال كل نفس بما كسبت رهينة أي زول عمل شيء يحاسب بفعله هو العدس غلط يحاسب بغلطه هو ما تقول لي لا لا ما هناك برضو السحيم غلط ما في كلام زي ده في الدين يا أخواننا ما في اعتذار لخطأ بخطأ آخر زي أنت عارف زي شنو زي زول اللي بيقبضوا حرامي قبضنا الشال قال لهم وين انتوا تمسكوني انا نشلت فلان ذاك برضه نشل وما مسكتوا ليه؟ يعني يا تقبضوا فلان يا تفكونا الاثنين، ما في كلام زي ده. الانسان يا اخواننا يحاسب بغلطه. زول غلطان ارتكب خطا حذروا منه المشايخ والعلماء تحذر منه وتبتعد. نحن ما عندنا مشكله، نسمع لعدسي، نسمع لغير عدسي بس بشرط. بشرط. نحن شايفين منكرات قدامنا. منكر الاول تصوف وشيوخ بتاع الصوفيه ما هو موقف العدس منهم دي نمره واحد ما موقفه من الختميه موقفه من غيرهم بصراحه شديده ويكون موقفه في الساحه مش يجينا هنا ونديه تسجيل كده ما ما تقول في التجانيه والتجانيه كده خد التسجيل ويمشي لا في الساحه برا هناك تقول كلامك ده في الساحه برا ويشتهر عنك في الساحه كويس في منكرات ثانيه في منكر بتاع انصار السنه والاشياء اللي ذكرناها دي كلها منكر بتاع محمد مصطفى ده كلامه وسبوا لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وما قال ما بتوب ما بتوب منا قال مش يعني زول قال لي غلط وقال استغفر الله وانا تبت منه قال الغلط ومصر عليه وقال ما بتوب وبتحدى اي زول يناقشني فيه وقال بتحدى علماءكم ذاتهم بتاع السعوديه دي قال اللي يجي يناقشوني في الكلام ده والعلماء نصحوه من يا علماء كبار شيخ الفوزان يا شيخ ده من اكبر اهل العلم في الارض اليوم شغل الفوزان والشيخ محمد بن هادي وعلماء كبار من هيئه كبار العلماء ومن ال هيئه البحوث العلميه والافتاء ومن هيئه كبار علماء المسلمين في العالم ينصحوا من هنا ويرسلوا تسجيل يقول لا بد تتوب من الكلام ده يقول ما بتوب وتعال بدعني تحدي كده تحدي ها قول له موقفك من الكلام ده ما تقول ايوه اخطا اخطا في هذه المساله ولكنه شيخ فاضل ما في حاجه اسمها اخطا في مساله زي دي اخطا ده لما نفتي في مساله في صلاه آه مساله من مسائل الاجتهاد في كده مساله فيها خلاف سايغ بين العلماء تقول اخطا يا اخي والمساله بسيطه لكن في العقيده عقيده وفي اصل من وصول عقيده المسلمين ركيزه من ركائز الاسلام عقيده زول يضل في العقيدة ويناصحوه يقول ما بتوب وناصحوه العلماء الكبار قال ما بتوب تقول أي أخطأ وهو أخونا في الله وشيخنا ده عبارة عن شغل بتاع أخوان مسلمين نحن بنعرف زول زي ده تفارقوا تجي تعلن إنه الزول ده ضل في موضوع الصحابة وناصحناه وانت مش تنصحوا ليه؟ صار السنة ده كلهم العدسة والجماعة المعاو ما هو الآن موقفهم من محمد مصطفى؟ مش ليه ناصحه نحن وقت كنا طلاب ونحن صغار بالنسبه لهم نحن مشينا وجلسنا مع حمو مصطفى وناصحناه وجبنا له الكتب عديل كمان هذه الكتب فرشناها قدامنا قولك ده باطل للكتب كذا الكتاب ده كذا ده الكتاب كذا الكتاب كذا ناقشناه والله الذي لا اله غيره لحد ما سكت والان الكلام ده ينكره هو وينكره دينك هم موقفهم شنو؟ هل نصحه؟ يعمل عمليته دي كلها في العقيدة ويقول ما بتوب يركب راسه ويجي ناس العدسة بطبلوا له العدسة عبارة عن مطبل لكل المنحرفين هؤلاء فما تتخيل احنا تكلمنا في وسائل يطبل لمحمد مصطفى ضلاله ده كله يطبل للحالة بده شيخ شيخ الضلال الكبير يطبل له يطبل لغيره محمد حسين يعقوب ومحمد حسان دير اثنين من الثوار في مصر ثوار خرجوا على الحاكم وأشعلوا النيران في مصر وأفسدوا في مصر فساد اليوم يبكي منه الكثير بدموع أعينهم يبكوا الناس من الفساد اللي حصل في مصر من فعل الأخوان المسلمين واللي قادوا الثورة محمد حسين يعقوب ومحمد حسان وطلعوا في المظاهرات فوق وهيجوا الشباب وحمد يعقوب يقول لهم نحري دون نحركم وصدري دون صدركم وطلع الشباب وحصرت الفتن وأسفكت الدماء وريقت الدماء أسرقت الأنفس وانتهكت الأعراض كل ده حصل بسبب ثورة المصريين في مصر بقيادة محمد حسان محمد حسين يعقوب ويجي اللي بيدافع عنهم منو؟ طب اليوم، العدسي المدافع عن ديل كلهم محمد الأمين إسماعيل يأوي التكفيريين ويقول بمنهج كثير من منهج التكفيريين ويدافع عنهم وينصرهم ويزكيهم ما هذا يستدل بقصائد الصوفية ويلعب يتلاعب بالتوحيد ويفتي فتاوى باطله ما عدا كله يجي العدس يطلع ورقه طويله منافحه أما محمد لم اسماعيل ودفاع عنه دفاع انت تيجي تقول لي يا اخي لا لا وهذا شيخنا وما شيخنا شوف المطالب منه انا زي ما قلت لك في اول كلامي مطالب منه ما عندنا مشكله نسمع للعدسي ونحترمه وندرس عنده ها ونستفيد من ك... لا حاقدين عليه لا عندنا معه مشكله شخصيه أبدا بل والذي لا إله غيره العدس هذا أنا يوم من الأيام ما يدي ويده أبدا ما عندي معه مشكلة شخصية أبدا لكن زوج شايف الباطل ده كله وساكت عن الباطل بل يدافع عن أصحاب الباطل ها أه؟ إذا ترك ده كله نحن بنسمع عليه ما عندنا مشكلة لكن أما مصير في باطل ده والله ما أنا ما أدل زول عليه ولا أقول لك اسمع له أبداً ولا بخدعك ولا بغشك لانه ده بتمشي له وبتمشي للاخوان المسلمين بتمشي له وبتمشي للصوفيه بتمشي له وبتمشي للمنحرفين كلهم فابعد منه عليك الله يجزاك خير الله خير ابعد منه ما عندك في مصلحه انت لا هو لا غيره في شنو يعني الاسلام وقف عليه اي آه نعم وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان